الحين السلام عليكم. نتواجدوا احنا بنلعب لازاري مع فريق لازاري ونحاولوا نديروا التقييم ديالو هذا الذهاب، فهو لا بأس به. كانت عندهم حظوظ باش يديروا اكثر، لكن بعد عدم تجربه بعض اللاعبين اللي كل اغلبيتهم صغار اول سنه ديالهم، وانا الحضور ديالي معهم اغلب الاوقات فهي مساعده ديالي للاعبين الشباب اللي في هذا المستوى ديال الهوات اللي محتاجين معنويا اكثر من ماديا، ونحاولوا نساعدوا باي حاجه. ان شاء الله نشوفوا شي لاعبين منهم يمشيو لدرجات اكثر، دوزيام ديفيزيون ولا بريمير ديفيزيون ان شاء الله. ونشكر كاع اللي عاونهم، ان شاء الله يكون الخير في المستقبل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكرك سي اسامه على الالتفاته هذه. بعد 15 مباراه اللي دازت، الحمد لله اول حصه تدريبيه، الحمد لله 15 مباراه كما تبعت معنا وتبع معنا الجمهور الوجدي، فات تقريبا ما نقولوش كاع سيئه، ولكن كانت فيها ايجابيات كانت فيها سلبيات، والحمد لله ان شاء الله مع الطاقم التقني ان شاء الله ومع اللاعبين الجدد اللي ان شاء الله اللي التحقوا بالفريق نحاولوا نرطربيو اللي فاتنا ان شاء الله ونحققوا المبتغى تاع الفريق، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الشارع الوجدي وجمهور الرياضي في مدينه وجده، 15 مقابله فاتت كما بغينا نقولوا في الموين، ماشي ما وصلناش للمبتغى اللي كان باغي لا الفريق ولا اللاعبين، ولكن الحمد لله 19 نقطه بفريق شاب، يعني معدل الاعمار كيتراوح ما بين 21 سنه و 24 سنه، استثنينا واحد جوج لاعبين او ثلاثه. كنطمحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الدوزيام تور باش يكون النتائج احسن، الى طعم فريق بلاعبين جدد اذا كانوا الامكانيات. ما استطعناش اننا نجلبوا لاعبين، الحمد لله يعني كما كنقولوا احنا الطاقه البشريه الشابه قادره انها تخلق شي مفاجاه في مدينه وجده، وان شاء الله الرحمن الرحيم كنطلب من الجماهير غير المسانده وما يكون غير الخير ان شاء الله، وانتظروا فريق حسنيه في الدور الثاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الجهاز الالكتروني تاع سبورسات اللي استضفنا هذا النهار، استضفت الفريق ديالنا، هذا الفريق الشاب كما شفت هذه المقابله تاع الذهب اللي كمل، حق 19 نقطه، هذه الامكانيات اللي كاينه لا البشريه لا الماديه، الحمد لله استطعنا نكون مع 6 ولا 7 الفرق الاولى. كما شفتوا حنا كنتقاتلوا مع البلاد ديالنا البلاد الصغار اللي كما يقولوا جبنا هذا العام هذا، وكما شفتوا الحسين دائما كل سنه كيعاني، كل سنه كيلعب في فريق جديد، كل سنه كيكون 80-70% من اللاعبين كيكونوا كيتجدوا هنا في الفريق، وكل سنه كما يقولوا كنحاولوا نتقاتلوا باش نوجدوا فريق، لان الامكانيات ديالنا ما تسمحلناش باش نديروا لي كونترا في الفريق هنايا،
هذا هو اللي كيخلي حسنيه دائما كتخبط كل سنه، واخا كتكون البدايه مزيانه الى النهايه ما كتكونش كما يقولوا متوازنه. بالنسبه للاعبين كاين اللي كيمشي في راس السنه، كاين اللي كيمشي في العام اللي موراه. سبورتا ما خلاش لحد الان هذه 3 سنين عرفتي ما خلاش فريق ستابل تاع حسنيه لازاري.